فوجئت بمستوى اكرم توفيق مثلا؟ لا انا لا مش ازاي؟ متفاجئ باكرم توفيق اوكي. عامه. اكرم توفيق من الوقت اسلام انا وانا جوه النادي الاهلي انا كنت بمسك تمرين المستبعدين اللي هم بره الماتشات، يعني مثلا عندنا ماتش النهارده ففي مثلا 10 لعيبه مستبعدين، فاحنا الوقت اللي انا كنت موجود في الجهاز كان عدد اللعيبه في النادي الاهلي اكيد. كتير، القايمة كانت 30 غير الناشئين، فكان عندنا عدد كبير، فبيطلع مثلا بره الاسكور حوالي 15 لعيب، نص الفرقة. منهم مثلا 10 اسماء يعني موجودين. فاكرم كان حظه معايا، اكرم قعد مثلا يتمرن معايا 7 شهور، انا المدرب بتاعه انت فاهم. واكرم انا في لعيبه كنت بتعب من، انا كل يوم اقول لك ايه الماتش الجاي ان ان شاء شاء الله الله. ربنا يكرم، فخلاص السبع شهور اللي هتقول له ايه؟ الدوري نص خلص فاقول له ايه؟ فانا كنت ببقى رايح لهم مش عارف اقول لهم ايه بصراحه، يعني اقول لهم ايه تمرين هنبداه ازاي؟ هم كلهم طبعا جايين زعلانين طبيعي جدا في طبعا. لعيبه الكوره، وحالتهم النفسية بس اقل. اكرم ده من الناس اقسم بالله العظيم، اكرم وبكل امانه كريم نيدفيد الاثنين دول ولا التمرين تمرين، انا مهما كان. بتمرن ولا الهوا، انا بره الماتش انا راجل بتمرن، انا هنخلني المباراه وهلعب، انا بتمرن نفس التمرين. اكرم من الناس اللي صبرت برضه ان هو برضه يخرج ويروح الجونه اعاره ويرجع، اكرم ده يعني اكرم من اللعيبه المجتهده وهو عارف امكانياته، معنى اصح ما بيفتيش كتير، يعني هتلعبه ناحيه اليمين هيأدي لك، هو مؤدي جيد جدا في المكان اللي هتحطه فيه، هو لعيب نص ملعب قوي جدا بيعرف يدافع التحامات غير طبيعيه، ربنا ما شاء الله لا قوه الا بالله مديله قوه بدنيه بيستخدمها استخدام امثل بالنسبه له. فاكرم لا انا ما فاجئنيش لان انا عارفه ويعني اكرم برضو من اللعيبه اللي اعتقد مكانها هيبقى محفوظ في الاهلي وفي المنتخب لان هو امكانيات كبيره جدا. انت الديفندر ده بتاعك يا اسلام انت محتاج منه ايه اكتر من اللي بيعمله اكرم؟ انت مش محتاج منه حاجه غير اللي بيعمله اكرم، بيدافع بشكل كويس جدا، راجل بيحافظ على الاربعه الديفنس او حتى مع المنتخب الاولمبي وخمسه موجودين، هو اكرم ما بيوصلهمش فرص كتير جدا، ما بيخليش حد يروح عليهم، بيقطع لهم الكرة قبل ما يعني توصل انت لهم. فاهم. وبعدين دلوقتي هو بقى عنده ميزه عن الاول كمان، اكرم كان مندفع شوية. مندفع شويه هدي شويه، والنقطه الثانيه ان هو الباص بتاعه بقى سليم 100%، يعني دي بتفرق، يعني الاول كان ممكن مثلا كل باصتين ثلاثه يتقطع منه واحده، دلوقتي لا يعني ممكن 10 باصات هتلاقي واحده مقطوعه، فده برضو يحسب له لان انت لعيب نص ملعب بيدافع بشكل كويس وبيعمل باص كويس عايز تاني. بس فلا انا مش متفاجئ يعني انت ما فوجئتش لما موسيماني لعبه باك رايت لا خالص وتألق لا بهذا الشكل؟ خالص ما فوجئتش لما ولو لعب اي حته، لو لعب سيرد باك هيبقى كويس، لو لعب باك ليفت هيبقى كويس. فانت بالنسبه لك انت لا اكرم من اللعيبه المجتهده جدا واللي ربنا اداله امكانيات، هو عارف امكانياته، يعني مش هتلاقيه رايح على الخط ويعمل لك سيزر انت فاهم، يعني لا هو يطول. هيطول والراجل ضغط عليه هيخش بقى لجوه عشان يرفعه، بس عمل ثرو باس رائع لشريف كايزر تشيفز الجون الاول. لا بقول لك اكرم يعني هو طور اداؤه واكتسب حاجات كتيره جدا، يمكن السنه بتاع الجونه دي فرقت معاه بشكل جيد جدا بامانه، ان انت تلعب سنه كامله وتشارك، وهو في الجونه برضو لعب في مركزين، يعني الجونه خلي بالك يعني هو كان بيلعب ساعات ديفندر وساعات بيلعب ناحيه اليمين، ما بيلعبش باك رايت بيلعب ناحيه اليمين قدام الباك رايت، يعني لعب فتره كبيره جدا، فدي برضو اديت له خبره. انما اكرم يعني انا مش متفاجئ من مستواه، ده الطبيعي بتاع اكرم لكل الناس اللي عارفاه، يعني هتلاقي اللعيبه كلها مقتنعه ده الطبيعي بتاعه.